هالصباح وإن شاء الله تكون مرتاح. يسلم للي اليوم أنا موجود معكم من نادي جواد العربي للخيل، حبيت أخذكم معي بجولة لنعرف مع بعض أكثر عن الخيل ورياضة الفروسية، خليكم معنا. احنا اليوم في نادي الجواد العربي مع الكوتش حسام، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك كوتش حسام. احكي لنا عن اليه التدريب عندكم. احنا بنادي الجواد العربي مقسمين اليه التدريب في النادي لمجموعه مستويات. المستوى الاول انا مسؤول عنه بالنادي، او انا اللي بكون مسؤول عن البدايه بالنسبه للمراحل الاولى للتدريب. أنا ممكن أحكي لك عن موضوع البدايات. نستقبل المتدرب، بنحاول على قد ما نقدر نهيئه لأنه يصير بينه وبين المتدرب تواصل. بعد كده بنبدأ نعرفه عن التعليمات المدروسة السليمة، كيف إن هو يبدأ يتواصل مع الحصان. بعد هيك بنحط أساسيات التدريب، من وضعية الركوب، من وضعية التمارين اللي بتدعم التوازن للمتدرب. وبعد هيك بعد كده بيبدأ ان هو بيتخطى المرحلة الأولى، بيتنقل للمرحلة الثانية وهي بداية القفز. بداية القفز بتبدأ مراحل، يعني النادي بيقدم مباريات، تقريبا مباريات أسبوعية. في مباريات بتبدأ من ارتفاع 60 سنتي لعند ارتفاع 145. المستويات حوالي 4 مستويات أو 3 مستويات أو 4. لما المتدرب يكون جاهز انه يخوض هاي التدريبات، خلص بيبدا يخوض مباريات ويحصل منافسة وهيك. يسعد لي هالصباح وإن شاء الله تكون مرتاح.